تنضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة نرمين، يعني الشعب المصري دائما ما يضرب المثل في أن الأزمات تدعو للتكاتف بشكل أكبر، وهذا ما حدث بالفعل فيما يتعلق بحادثة القطار. ليس فقط تحرك سريع من قبل كل مؤسسات الدولة، لكن أيضا الشعب المصري تكاتف وكان سريعا جدا في حتى فكرة التبرع بالدم وأن يكون متواجدا ومساندا لكل هذه المجهودات. أهلا بحضرتك، تفضلي. هو أنا عايز أقول لحضرتك إنه رغم إنه حادثة يعني حوادث القطار في مصر يعني يمكن بتحصل بمعدل بيلفت النظر لموضوع تطوير السكة الحديد، ولكن طبعا الشعب المصري دايما بيضرب مثل في انه سرعان ما يستجيب لاي ازمه او لاي مشكله، ودليل على ذلك الصور واللقطات ومقاطع الفيديو التي تنقلتها حتى المواقع المعاديه او القنوات المعاديه فيما يتعلق بتبرع المصريين بالدم في محافظه سوهاج والمستشفيات والمراكز الصحيه هناك. نعم. طيب، الدولة كلها كانت يعني وما زالت تعمل على قدم وساق نتيجة لهذا الحادث، وهذا يعني بغير حوادث الدولة تعمل على قدم وساق، لكن نتيجة لهذا الحادث كل الوزارات تقريبا تكاتفت حتى يتم التحقيق، حتى يتم يعني تعويض المصابين، تعويض أهالي الشهداء، حتى يتم تطوير المنظومة. إذن هناك سرعة في التحرك ربما لم نكن نشهدها منذ سنوات، لكن أصبح في الآونة الأخيرة هناك دائما سرعة في الأداء وسرعة في التحرك حينما يحدث أي أمر. بالتأكيد أنا حابة أكد على كلام حضرتك، والدليل أنه طبعا البيانات خرجت بسرعة من كل الجهات المعنية، يعني شهدنا بيانات وزارة الصحة عن أعداد الوفيات والمصابين، شهدنا تحرك النيابة العامة بإصدار قرار بمنع النشر حتى الوصول الى المتسببين في الحادث او التحقق من المرتكبين الحادث يعني الذين تسببوا في هذه المأساة. شاهدنا طبعا بيانات من الازهر ومن وزاره الاوقاف بشان التعويضات للمتوفين والمصابين، فبالتالي كان في تحرك حتى وزاره الصحه على مستوى سيارات الاسعاف والدفع بعربات الاسعاف كانت بشهاده الشهود في موقع الحادث انه عربات الاسعاف تقريبا وصلت في غضون 5 دقائق، فالاستجابه كانت سريعه وتعامل مؤسسات الدوله كان على مستوى الحدث. وفيما يتعلق بمنع النشر هو متعلق فقط بتوفر المعلومات، لانه في فتره الازمات او في فتره حدوث ازمه او حادثه قطر او ما شابه بتكون بيئه خصبه جدا لتداول الشائعات، وبالتالي فان قرار النيابه العامه في بايقاف النشر حتى التحقق من المعلومات هو قرار صحيح جدا لتجنب نشر معلومات غير صحيحه تثير المزيد من البلبله في الشارع المصري. نعم، استاذه نرمين سعيد الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، جزيل الشكر لك على هذه المداخله.